السبعة نص النهار مع زينب الجيش على راديو ميك الويكاند. مرحبا من جديد. المشوار المتواصل حتى نص النهار. وتسويت سينمانا 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 سينمانا. نحكي على تربص الوطني للجامعة التونسية لنوادي السينما اللي تنظموا أيام 13 14 و15 أكتوبر. تنظموا الجامعة التونسية لنوادي السينما. التربص هذايا باش يجمع ممثلين عن كل نواديها بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، وباش يحكينا عليه بأكثر تفاصيل يوسف. زينب، نحكيه على جامعة عريقة، هي الجامعة التونسية لنوادي السينما، جامعة اللي تتكون من 14 نادي سينما موزعين على كامل تراب الجمهورية. اليوم الجامعة ذي اللي تشارك في عديد التظاهرات والمهرجانات اللي تعنا في السينما في تونس وفي العالم. تربص هذايا يجي في إطار معناتها الدورات التكوينية اللي تقوم بهم الجامعة لتأطير معناتها وتطوير أولادها، أولاد الجامعة اللي شاركوا في التظاهرات الكبيرة وقاعدين نحضروا معناتها للجي سي سي. على ذاك اليوم معنا رئيسة الجامعة منال السويسي. صباح النور منال. عسلامة يوسف. عسلامة زينب. مرحبا مرحبا. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. يعيشك. مرحبا بك. يعيشك. نفرحوا برشا كل ما نسمعوا صوتك منال. باللي كاسكيت الكل. ربي يخليك. عايشك. انا نفرح برشا زيدا. اللي ثم معناتها اسباس نجموا نحكيوا فيها على السينما في اذاعه وفي اذاعه في الوطن القبلي. شكرا لك. مرحبا. قولي اليوم منال كانت نجم تعرف لنا الجامعه التونسيه لنادي السينما للناس اللي ما يعرفوهاش. الجامعة التونسية للسينما هي أقدم جمعية سينمائية في تونس. تأسست تقريب عام 1949، وكانوا اللي أسسوها مجموعة من التوانسة والفرنسيس، ومن بعد معناتها خذت تأشيرتها القانونية وعام 1965. وهي جامعة أسست أيام قرطاج سينمائية وكذلك ساهمت في معناتها كتابة أو تصور لبرشا قوانين في القطاع السينمائي في تونس. معناتها الميسيون الأساسية متاحة هي نشر الثقافة السينمائية عبر الفيلم، عبر النقاشات وعبر التظاهرات السينمائية اللي تنظمها في مختلف جهات تونس. في إطار تكوين المستمر التكوين هذا؟ بالضبط. معناتها احنا تعرف مجموعه من المتطوعين والمغرومين بالسينما، ولكن في اي نادي معناتها فما ناس تجي وناس تمشي، ومعناتها على ذلك احنا نسميوها حركه نوادي السينما. احنا في حركيه دائمه. فالتكوين بالنسبه لنا احنا مهم للناس اللي التحقوا بنا جدد او لتدعيم قدرات الناس اللي موجودين من قبل في تسيير مجموعه النوادي اللي موجوده اليوم. باش نسالك، ممكن باش نخلي للاخر السؤال هذية، أما حبيت نعرف هنا الـ معناها لي بروفيل اللي يصير التكوين متاحهم، وهل التربص هذا لشكون بالضبط؟ التربص هذا الوطني بالذات هو مخصص لمسيري نوادي السينما، معناتها للهيئات، لأنه احنا في معناتها التركيبة متاعنا ديزون الأورغانيغرام متاعنا عندنا الجامعة على رأسها معناتها مكتب جامعي، والنوادي أيضا عندهم نفس التركيبة. معناتها فما بين 3 أو 7 أشخاص اللي هما يسيرون النادي واللي هما منتخبين من المنخرطين نتاعهم في كل جهة. فالمسيرين هذوما هما للمرة هذه قاعدين نكونوا فيهم من أجل البرمجة، من أجل الاتصال وبرشا محاور أخرى. بمنال حبيت نسألك، هل معناتها الخطوة متاع التربص هذا في إطار تحضير لأيام قرطاج السينمائية، ولا جي في معناتها إطار برمجة للجامعة؟ هو التكوين هذايا باش يجي كبداية أو انطلاق السنة الثقافية 2023-2024، ومن أهم المحطات هي أيام قرطاج السينمائية اللي نقدموا فيها أفلام المسابقة الرسمية، وندير نقاش الأفلام زادك كيف بحضور المخرجين وغيرهم. معناتها من أهم المحطات، لكن
بالنسبة لنا احنا العمل متاعنا ماهوش موسمي، معناها هو عمل على طول العام، وبرشا نوادي تشتغل أسبوعيا، فما اللي كل 15 يوم انت والنادي. ودونك البرنامج التكويني هذا مهم بالنسبة لهم، خاصة في البرمجة وحشد الجمهور، لأنه يعني اليوم من بين التحديات الكبيرة اللي نعيشوها في نوادي سينما ويمكن حتى في معناتها برشا حاجات اخرى في الثقافه، هي الجمهور. كيفاش نجمو نجيبو جمهور، نقنعوه بالبرمجه نتاعنا، نغرموه، وكي يخرج هو تفرج في فيلم هو زاد حاجه في ثقافته وتعمق اكثر في الثقافه السينمائيه بالذات. بالضبط. حبيت نسالك على البرمجه، شنو هو الورشات اللي بتكون موجوده في التربص الوطني اللي باش يدوم على 3 ايام؟ التربص الوطني هذا خصصناه تقريبا نهار ونص للبرمجة، معناتها كيفاش نجمو نعملو برمجة تيماتيك. احنا في نوادي السينما شوية نحبوها الحكاية هذه، انه يكونوا البرمجة حسب محاور، مثلا ناخذوا مخرج معين نشوفوا افلام نتاعو الكل، وناخذوا مثلا 3-4 افلام لمدة شهر كامل، اللي هي الافلام الفاغ نتاعو اللي بالحق معناتها في تاريخه غيرت حاجة، والا ناخذ محور مثلا الصحه النفسيه في السينما، او مثلا مواضيع مختلفه. فالنهار هذايا خصصناه لي كيفاش نعمل البرمجه هذه. ثم حكينا على مع الوافق على التواصل، على كيفاش نجمو نعملوا خطط اتصاليه عبر لي ريزو سوسيو، تعرفوا قيمتها اليوم، وما نجموش احنا معناتها نبعد عليها ولا ما نستغلوهاش. وكيف كيف عندنا ورشه في كيفيه الحديث او الوقوف امام الجمهور، لانه هذا زاد من اختصاصنا، انه تقف قدام جمهور تقدم الفيلم تدير النقاش، معناتها هذا يلزم ديزيكسيس وكل شيء. وفي النهار الاخرين هلا حد غدوه الصباح جست باش تكون عندنا ورشه مع بعضنا احنا نوادي لتبادل البرمجة اولا، لانه كل واحد باش يعمل برنامج، ثم نتبادل معناتها بين سريانة وبين تبار وحمامات وتونس والمهدي الكل، باش كل واحد باش يحضر برمجة، ثم يتم تبادلها، وباش نحكيو في خاصة كيفاش نجمو نستعدوا فعلا للسنة الثقافية الجديدة، ونكونوا معناتها بلاصة مكان ينجم يقدم الإضافة للمجتمع اللي هو موجود فيه المحلي والوطني زاد. الأيام هذه كم خاطر شو تعدى الموضوع آخر يعني يا يوسف هذيك عش خليت السؤال هذا للآخر. الأيام هذه جنرال ما كل عام فما مهرجان اسمه بعيونهن، حبيت نسأل وينو سناء؟ فعلا معناتها الايام هذه بالذات بالذات كاينكم عوضتوه هكا، ما فماش بعيوني هنا هانو فما تربص ما تغموناش يا منال. الاساس بعيوني هنا السنه كان صعيب عليه انه يقدم دوره جديده، اساسا في علاقه بالتمويل، صعوبه الحصول على تمويل. نتفهم برشا انه يليق معناتها بدوره، تعرف معناتها احنا صحيح مهرجاناتنا ما فيهاش تابي روج وما فيهاش افتتاحات كبيره واختتامات كبيره، لكن فما لو مينيموم، لانه نقدروا العمل اللي تقوم به. فما ضيوف باش يكونوا موجودين زاده، باش يكونوا في ظروف باهيه في الاقامه نتاعهم، فما برشا ديتاي بالضبط. دونك هذايا خلينا ما نقولش اللي هو الغي، معناتها هو اجل ان شاء الله ل 2024، وقبل ما نوصلوا للمهرجان ان شاء الله باش الورشات اللي متنسي يعملهم الفستيفال، اللي هما زوز ورشات مهمين، الاقامه الفنيه لكتاب السيناريو، ودقيقه ضوء اللي هي افلام في دقيقه حول محور المراه، ان شاء الله باش يكون باش يتعاملوا، لانه هذايا احنا نعتبروه حتى خارج المهرجان
هذا لونجاجمون تاع المهرجان تجاه النساء السينمائيات وتجاه الفكره الكل تاع سينما المرأة. انا اليوم نحب نتسائل وانت موجوده معنا ونستغل الفرصه هذه، علاش اليوم المستثمرين التوانسه، وانا كان عندي معناها اطلاع على نوعا ما الملف، علاش بالحق يرفضوا انهم يمولوا مش حتى السينما بصفه خاصه، مهرجانات تكون صغيره وقاعده تمشي في خطوات هكا بشويه بشويه. سؤال، وانت يمكن عندكش الاجابه منال، علاش يرفضوا؟ يقول لك لا ميزانيتنا للسنه قفلت، الوغ كو معناها هو تلقاها يعمل في بوب في بلايص اخرى ويعمل فيها بطرق اخرى ويخدم الكوميرسيال والماركتينغ معناتها بطرق اخرى، لكن يبخل انه يمول حتى بشكل معناها معناها صغير، معناها بمقابل صغير مهرجان. علاش بالضبط؟ والله انا نتصور اللي هو فما شوية الكونفنسيونيل في تفكيرهم، بمعنى انه الاسبونسور ديما يطرحوا نفس الاسئلة، قديش الصالة تهز، قديش عندك جمهور، شكون هم النجوم اللي باش يجيو، لكن احنا النقطة هذه بالذات يعني احنا ما عندناش ناس معروفة، احنا بالعكس معناتها المخرجات الشابات اللي في اول طريقهم هما اللي يهمونا. الصالة صحيح ما همش كبار الصالات، احنا تعرف المهرجان بين حمامات ونابل وما عندناش قاعات كبيره سينما، لكن القاعات الموجوده المهم هو نوعيه الجمهور اللي باش يجي. اللي القضيه اللي المهرجان قاعد يدافع عليها وانه معناتها اللي تعد تدعيم قدرات النساء وانهم يعبروا على رواحهم وعلى حكاياتهم بالافلام، هذا يمكن بالضبط الخيط اللي يمكن ما نجموش يستوعبوه بالكدا، لكن عندي امل انه في السنوات القادمه يمكن العام الجاي نلقاو حد يؤمن فعلا انه مهرجان صغير وفي منطقه صغيره ينجم يقدم اضافه للقطاع السينمائي الكل. ان شاء الله. عندي انا سؤال عنده علاقه بمعناتها بعيوني هنا اليوم. انت نورمال اليوم انا نسالك مش انت باش تسالي يا كاسكيت اخرى. في اطار بعيوني هن معناتها كي نحكيه على دوره خامسه، قاعدين نشوفوا في برشا مهرجانات حديثين الولادة وقاعدين يلقى ياخذوا في لي سبونسيون وقاعدين ياخذوا معناتها في التمويل اليوم، الميكانيزم ماهو معناتها شبيه الميكانيزم هكا حبيت نسالك معناتها ماني في معناتها في اطار دوره خامسه نورمالمون يكون عنده مستشارين واقفين عليه ويكون عنده تمويل، معناتها المشكله نتاع التمويل تكون في الدورات الاولى. هو راهو في الحكايه هذه ديما فما ان والا دو سبونسور اللي هما يكونوا اوفيسيال ويكونوا دائمين، وفما دوتر سبونسور اللي هما يجيوا جدد من عام الى اخر ويتغيروا، يمكن هذا اللي ما نجمتوش تحافظوا عليه نوعا ما منال؟ ديما 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 تكمل السؤال يوسف هذا راهو اي معناتها انا راني ما نلقيش اللوم 100% على المستشارين واللي سبونسور بصفه عامه ولا سبونسور ولا احنا بيدنا معناتها يلزمنا نطوروا قدراتنا في الاقناع وفي انه نعملوا دوسي ما احسن من العام العام وانه يكون عندنا معناتها علاقات اقوى، على خطر احنا مثلا مثلا علاقتنا بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات اللي هو احتضن الدورات الاولى من العلاقات اللي نعتز بها مثلا، لكن هي غير كيف اليوم في انه باش تمويل مهرجان وكل هي غير كيف معناتها، دونك يظهر لي حد وحد الاعتذار، حد وحد الاعتذار بالضبط، حد وحد الاعتذار ما نجمش يقوم بحاجه اخرى معناها. لهنا يمكن في دورات التربص هذه تنجم تكون فما محور خاص بكيفيه تسويق للمهرجان وكيفيه اقناع المستشهر باش يكون معاكم بارتنير. اليوم نحكيو على شراكه اكثر منها معناها انه باش يكون معايا سنه وعام جاي مع تنرا. بالضبط بالضبط، معناتها احنا الفكره هذه خممنا فيها شويه في اطار اللاب 49 اللي عملناه محضن المهرجانات، وجاونا شكون معناتها كوننا في الحكايه هذه. التربص الوطني بون غابت عليه المحور هذا بالذات لانه عندنا هو اهم محور يظهر لي منال، خاطر احنا معناتها ابار التظاهرات لكن البرمجه الدوريه هذه هي اللي يمكن بالنسبه لنا احنا تخلينا نعيشوا اكثر كنوادي سينما. المهرجانات تكمله والفكره ديمقراطيه الثقافه وانه زاد المهرجانات هي زاد ديزيكرون اخرين
نخلقوهم لعرض أفلام معناتها تكون عندها قيمة فنية. دونك خدمنا على الموضوع هذا بالذات وإن شاء الله نزيدو نخدم عليه المدة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق ليكم وإن شاء الله المهرجانات كيما هكا ديما يقعدوا يشوفوا النور ما يتنساوش ويجي شكون اللي يعطيهم قيمتهم وقدرهم باش يقعدوا باقي قائمي الذات ويكونوا موجودين. مبروك علينا سيني كلوب صفاق. اي شوف ديما انا ولادي جديده رغم الحاجات الصعوبه رغم الصعوبه ديما فما حاجه باهيه جديده الحمد لله. ان شاء الله بالتوفيق منال. ميرسي بوكو نشكرك برشا. ربي يفضلك. يعيشك الى اللقاء. دونك كانت هذه سينمانا لليوم. سينمانا 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 بربي. واحنا نحكيوا على السينما وجو السينما نحب ندخلكم انتوما زاده في تشارككم في الحكايه. فما اليوم اعمال تحدثت على القضيه الفلسطينيه من عرش في القديم في الجديد. فما ناس خدمت على المسلسلات او في السينما معناها افلام. خلينا نذكروا بعض العناوين خاطر وكانه ميساج كيف واحد يتذكر حاجه كيما هكا ويرجع يتفرج فيهم باش يشوف كالمعاناه بالمنجد كيفاش كانت تنقل. واليوم هنا قاعدين نشوفوا فيك شيء هذاك كسيونس فيكسيون اللي احنا في بيننا سيونس فيكسيون اليوم قاعده تظهر انها حقيقه وموجوده. اليوم كيف نبداو نتفرجوا جيت شو نقول كي نبداو نمشيو خاطر هما كيبداو يمشيو خاطر انا حسيت روحي وانا نتفرج في بعض الفيديوهات وكاني موجوده في الشارع وقاعده نمشي ويعرضوني الجثث من هنا ومن هنا ومعتها والدم انهار معناها سيل. فكيف نشوف الصور هذيك بالحق كيف كنت نشوف شيء هذيك في المسلسلات ولا في فيلم نقول ما نجمش نتفرج فيه نخاف منحس بإشمئزاز بدوار يمكن نتقلق بالحق. هذا واقع معناها المسلسلات قبل والأفلام خاطر المسلسلات ما نجموش يوريو الصور بالكل ولكن نجم تتخيل انت وراء الصورة شنو فما ولا المشهد هذيك شنو فما ولكن الأفلام نوعا ما نجمو يوصلوا تصويرة هذه. كيف كنا نشوفوهم هو نفسه أقوى منه وأبشع منه وأفظع منه اللي قاعد نشوف فيه اليوم وقاعد نشوف فيه اليوم في الفيديوهات وفي الصور اللي قاعدين يتناقلوها على مواقع التواصل الاجتماعي. السينما قبل كانت تتصور في حاجة موجودة ويمكن حتى أقل شوية من الموجود. مهدي نبدأ معاكم. بالنسبة زينب كي تقول على تناول السينما يمكن القضية الفلسطينية أنا نشوفه ضعيف ياسر حتى ضعيف. كان فما أعمال مسلسلات وإلا أفلام مقارنة بالشيء اللي نشوفه فيه مطلع من هوليود وكيفاش التسويق للجيش الأمريكي وكيفاش الصورة متل الجندي الأمريكي محرر العالم واللي يمشي باش ينصر القضايا الإنسانية اللي هو نعرفه بعد ما هوش صحيح لكن ذي التصوير اللي توصل الأذهان متاع المتلقي والناس اللي تتفرج في الفيلم متاع أمريكا. لكن بالمقابل